السلام عليكم. أكثر المشاكل اللي ممكن نتعرض ليها هو الكرش، بيكون موجود غالبا بين الرجال وبين النساء أيضا بعد الحمل والولادة. هنقدم لكم بعض التمارين الرياضية للتخلص من الكرش. تمرين الريزد ليج سيركلز، وده خاص بمنطقة البطن السفلية. هنبدأ التمرين زي ما انتم شايفين، أحط إيدي تحت ظهري كده، أفرد رجلي، أرفعها زاوية 45 وأبدأ أحركها في حركة دائرية، وطبعا أركز على البطن طول ما زود في العدد بتاعي. طبعا بحس بالإفادة أكتر في عضلات البطن. كل ما زودنا عدد التكرار، كل ما كانت الاستفادة من التمرين أفضل، كل ما قللنا وقت الراحة بين المجموعات، كل ما هستفيد أحسن وأحس بنتيجة أسرع. وأخيرا تابعونا على إنستغرام، تويتر، فيسبوك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب. باستخدام منتجات دكتور نيوتريشن يمكنك الانتقال من هذا إلى هذا. منتجات دكتور نيوتريشن متوفرة الآن في الشرق الأوسط. حمل تطبيق دكتور نيوتريشن واحصل على اشتراك لمدة شهر مجانا عند شرائك منتجات لابيرفا.